قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد وقف بنا الحديث عند وهذه العبارة: وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. وما سوى سنن الأقوال التي مضت وذكرها المؤلف فهو سنن أفعال. ومن أمثلة سنن الأفعال ما ذكره المؤلف، وهو كون الأصابع مضمومة مبسوطة. كون الأصابع مضمومة يعني ملصق بعضها ببعض، ومبسوطة على الفخذين وقت جلوس في وقت الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد. نعم. مستقبلا بها القبلة عند الإحرام. نعم، هذا من المواضع التي تضم الأصابع فيها بعضها إلى بعض مستقبلا ببطونها القبلة عند تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يدخل بها العبد في الصلاة. نعم. والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك. وعند الركوع يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. يعني إذا رفع يديه عند تكبيرة الإحرام فإنه يحطهما إذا فرغ من تكبيرة الإحرام. نعم. وقبض اليمين على كوع الشمال. قبض اليد اليمنى بكوع اليد اليسرى، والكوع هو مفصل الكف من الذراع، هذا هو الكوع. وأما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى بالمرفق ولا يسمى بالكوع. نعم. وجعلهما تحت سرته. يقبض اليد اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، يقبض اليد اليسرى باليد اليمنى، الكف اليسرى يقبضها بالكف اليمنى، ويجعلهما تحت سرته كما ورد في حديث علي رضي الله عنه. وإن وضعهما تحت صدره فكذلك، هذا من السنة، فيضعهما إما تحت صدره وإما تحت سرته في حال قيامه في الصلاة ولا يسدلهما. نعم. والنظر إلى موضع سجوده. هذا من سنن الأفعال، أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أجمع للخشوع، ولا يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، فهذا منهي عنه ومتوعد عليه. وكذلك لا يسرح طرفه يمينا وشمالا وينظر في المارة وما حوله، لأن هذا يشغله عن صلاته. نعم. وتفريقه بين قدميه في قيامه. ومن سنن الصلاة تفريقه بين قدميه في قيامه، لكن لا يبالغ في التفريق كما يفعل بعض الشباب اليوم، أو فإن هذا ليس من السنة، وهذا يضايق من بجانبه ويأخذ مكانا أكثر مما يحتاجه. نعم. ومراوحته بينهما. مراوحته بين رجليه، يعني يعتمد على اليمنى ثم يعتمد على اليسرى، هذه المراوحة، يعتمد على هذه ثم يعتمد على هذه وهو قائم. نعم. وترتيل القراءة. ومما يستحب في الصلاة ترتيل القراءة، بأن يقرأ الآيات مترسلا في قراءتها ولا يهذها هذا ولا يمططها تمطيطا، وإنما يرتلها. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل هنا معناه أن يترسل في القراءة، فلا يهذ القرآن هذ الشعر
ولا يمططه بأحكام التجويد ويبالغ فيها كما يفعل بعض الذين يطلبون الفضيلة لكن يخطئون في هذا ويبالغون. نعم. والتخفيف للإمام، تخفيف للإمام، قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، لكنه تخفيف مع الإتمام. وينهى عن التخفيف المخل بالصلاة. نعم. وكون الأولى أطول من الثانية، ويستحب كون الركعة الأولى أطول من الثانية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبض ركبتيه بيديه، قبض ركبتيه بيديه حال الركوع وحال الجلوس بين السجدتين. نعم. مفرجتي الأصابع في الركوع، مفرجتي الأصابع يضع كل يد على ركبة يلقمها إياها مفرجتي الأصابع لا يضمهما. نعم. ومد ظهره مستويا، استحب مد ظهره في الركوع مستويا، لا يخفض رأسه ويدليه ولا يرفعه ويشخصه، وإنما يكون رأسه بحيال ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وجعل رأسه حياله، جعل رأسه حيال ظهره، هذا معنى المد، يمد ظهره مستويا ويجعل ظهره مساويا، يجعل رأسه مساويا لظهره. نعم. ومجافات عقبيه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه في الركوع، ويجافي عضديه عن جنبيه في السجود ولا يضمهما إلى جنبه. نعم. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ويستحب وضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، وإلا إن كان كبير السن أو مريضا ويحتاج إلى الاعتماد على يديه حين يخر للسجود فلا بأس أن يقدم يديه قبل ركبتيه. نعم. ورفع يديه قبلهما في القيام، ويستحب رفع يديه قبل ركبتيه في القيام، فيرفع يديه ثم يرفع رأسه ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. نعم. وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، يستحب تمكين المصلي لجبهته من الأرض وأنفه، لأن الأنف تابع للجبهة، والجبهة من أعضاء السجود، فلا يرفعها عن الأرض وإنما يسجد عليها على جبهته على المصلى، سواء صلى على الأرض أو صلى على فراش. نعم. ومجافاة عضديه عن جنبه، كما سبق لا يلصق عضديه بجنبيه وهو راكع أو ساجد، وإنما يجافي، يعني يفصل ما بين جنبه وعضديه. نعم. وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ويجعل بطون أصابع يديه على الأرض مفرقة لا يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصابع رجليه يجعل بطونها إلى الأرض وهو ساجد. نعم.